فيليب ابن الارض. خلينا نمشيو نشوفو بعد نحكيو اكثر تفاصيل عليه، نشوفو ابن الارض وبعد نرجعو نحكيو ونواصل المشاور مع مجموعاتنا الموسيقيه ومع فنانينا اللي موجودين حدانا اليوم في لما ونجو.
محمد بعد ما شفنا الكليب اكيد باش نرحبوا زادا ببشير اللي تحق بينا. اهلا وسهلا مرحبا بك بشير. عايشك وبيك عايشك. قبيله قلت لك الكليب هذا نعتبره تو محمد تغششت. لا علاش؟ هذا خبيتها لي عاد انت. خبيتها لك. مرحبا بك الساعه اولا. عايشك وبيك اكثر عايشك. اهم حاجه قالوها لكم على الكليب حاجه جديده في الساحه الفنيه التونسيه، زوز عازفين محلاهم عملوا كليب مزيان، فكره اخرى. طوندونس جديدة شفناها في الكليبات حتى في الفنانين بتاتر ما يلوجوش على الدقة ذي وتمثيل هذا الكل. هو راهو بالنسبة لي أنا وبالنسبة لبرشا يعني ناس تفرجوا فيه حتى يعني من أهل السينما ومن أهل المسرح معناتها يتسمى معناتها حقيقة يتسمى معناتها حاجة جديدة. يعني حاجة يعني ما صارتش على مستوى العالم العربي. أنا نقول هذه مش من باب التباهي وإنما من باب القطع مع المقاربة التقليدية في تقديم يعني المنتوج الموسيقي، معناتها ولينا قلنا كيفاش باش نحطوا الآلة الموسيقية في صورة في صورة جميلة جدا ويكون الصورة هذه تكون معاصرة وتكون منسجمة مع هو معمول به في السينما العالمية. دونك يعني ابن الأرض هذايا هو حتى من العنوان في حد ذاته هو في حكايه زاده ماهوش عنوان جاي بمحض الصدفه معناتها هو عنوان اختير حسب فكر معين وحسب ابعاد ثقافيه معينه. اذا ابن الارض هو عنوان يعكس امتداد ابن الارض في تاريخ الارض نتاعو اللي هي تونس تونس القبسيه تونس الامازيغيه تونس البربريه تونس الوندليه تونس العربيه البيزنطيه العثمانيه الحفصيه معناتها حضارات الكل. تونس بطبيعه هي بما اني نقطه عبور لمختلف الحضارات يعني والثقافات اللي تعاقبت على تونس. دونك الكليب هذايا هو اساسا يفتح افاق ثقافيه ويعرف بآلة الكمانجة لانه الاله في كما قلت قبيلي في تاريخ الموسيقى العربيه نتاعنا ظلت رديف للمغني او رديف للصوت البشري ورغم اللي هي قادره انها تعبر وتمشي ابعد من هكا تمشي اكثر من هكا. لما نشوفوا الاله مكانتها في العالم المتقدم نلقاوها عندها صيت واسع وعندها قيمتها الحقيقيه. انا قلت علاش الاله هذه ما نظهروش القيمه الحقيقية نتاعها كتشكيل كتشكيل فني ينتمي لتاريخ وثقافة بلادنا. صحيح. بشير مرحبا بك جيتنا من باريس جيتنا بكمية كبيرة من الفرحة ومن العروض والتواصل مع الجالية التونسية مع الإذاعات مع التلفزيون كما كان يحكي لي محمد. كيفاش جا عندك أنت شفنا تو محمد كيفاش كانت الأجواء في باريس بالنسبة لك أنت شنو اللي تحقق جديد من خلال السفرة هذه؟ جديد هو يعني طاقة إيجابية يعني مهمة اليوم الطاقة الإيجابية تنزف لكم رغم النجاح رغم الخطوات المتواصلة رغم النجاحات السفر العروض. بالطبع والفنان ديما في حاجة إلى الطاقة الإيجابية. الطاقة الإيجابية هي اللي تخلي الفنان يجدد نفسه يجدد يعني مخياله الفني يجدد يعني مغامراته الموسيقية يعني والفنية صح التعبير أنه ديما الطاقة هيك تخليه يعني يشد في الطريق نتاعه يعني يواصل في طريقه نحو الافضل ويجدد كما قلت لك من نفسه ويعانق صور موسيقيه صور فنيه تخليه يحلم للافضل ويثابر للافضل. بالضبط. تجربه باريس كانت يعني كما غيرها من التجارب تجربه ثريه جدا وكان فيها الفضل لدار تونس يعني وعلى راسها زاد كوثر الرشيد نقدم لها تحيه من المنبر هذايا. يعني كان عرض وكان يعني ماستر كلاس كان يعني تربص للطلبه اللي جاوا يعني قايدوا وعزفوا معناتها عداوا معنا نهارين معناتها كلهم طاقه يعني ايجابيه كما قلنا وكلهم معناتها حيويه وكله معناتها يعني فما اطار يعني ثقافي خلق واجواء فنيه صحيح جمعت الفنانين التوانسه بولاد بلادهم التوانسه وايضا المغاربه كانوا هناك حاضرين زاد هذا كل ما نجم يعطي كان طاقه ايجابيه ويزيدنا يعني اصرار على المواصله يعني قدما.
محمد احنا حكينا تفرجنا في الكليب، شنو رايك نمشيو نشوفوا الميكينغ اوف والتيزر اللي هما باش يقدموا لنا اكثر الاجواء اللي صورتوا فيه؟ قد ما نحكيو ما نجموش نشوفوا باش يفسروا، يعني يفسروا باش يعطيو اخر للكليب، لانه ساعات كي تصور وتعاود ترجع للذكريات من خلال الصور والميكينغ اوف. خلينا نمشيو نشوفوا كيفاش كانت الاجواء وراجعين. هنشوف هنكتشف في البراري طبيعي. Thank you.
ثالوث واحد، صفقة واحدة لهدف واحد، هو ازدياد الصوت، القطعة الأصلية، الصمت في مواجهة الوتر، الحيلة، المراوغة، الصراع، الصمود، والنهم الأعمى للصيد، المال، الشهوة، الجهل، الرصاص، الشعوذة، لكن السلام يأتي من مخاض الأرض. ثالوث يحكم المقابر، لكن واحدا من سينهي المعركة، ابن الأرض. محمد وبشير يظهري حتى الكونفرنس دو بريس جديد علينا شايف الساحه الفنيه انه عازفين يعملوا كونفرنس دو بريس والحضور الكبير للنجوم قداش كانت قيمه الكونفرنس دو بريس نتاعكم هذيا حققت لكم نجوميه حققت لكم اضافه اخرى تواصل مع فنانين لان يعني كنت ديما نحكيو انتم عازفين وفنانين صابر بي وعديد النجوم اللي كانوا حاضرين حسيتكم فرحانين برشا لانه عندكم الحق باش تفرحوا فنانين في قيمه صابر وفي قيمه عديد النجوم انهم ينضافوا لقائمتكم وقائمه الضيوف نتاعكم حاجه بها برشا. اكيد جدا بالطبيعه. يقولوا لي هنا ما فماش قاطع من بين العازف والفنان. لا ما فماش خاطر الفنان هو دائما معناتها دائما يستحق للعازف يكون معاه على خاطر ما تنجمش تلقى في حفله فنان واحد يغني على بلاي باك اللهمش اللهم بلاي باك اللهمش في البلاي باك فنان ما يطلع كان بفرقه وبعازفين راهو العازف راهو حاجه مهمه جدا وجدا حتى في البلاي باك قص على كلامك حتى في البلاي باك العازف البلاي باك مسجل بعازفين زاد معناتها مسجل بعازفين هو ما عرفت قال لك ما نجمش يطلع عازفين قلت لك في الله همشي يختار معناتها يعني العمل الفني ديما فيه تكامل صحيح لين نفافيكو اذا الندوه الصحفيه هذه اللي قمت اللي قدمتها بفضاء صوفيا القلي في مدينه الثقافه يوم 17 اكتوبر احتضنت يعني وسائل الاعلام المرئيه والمكتوبه معناها جاءوا زاد برشا فنانين منهم صابر رباعي، صابر رباعي خاطر يعني تربطني به علاقة قديمة ياسر ونخدم معاه من عام 2004 أنا بريسك أنا وبشير يعني خدمنا مع الفنانين الكل بتاع تونس وحتى يعني حتى مع كاظم الساهر حتى مع وائل جسار كل يعني اشتغلنا معاهم وكانت لينا يعني تجارب هامة معاهم لكن قلنا توا يلزم نشدوا ثنية يعني تثمين الموسيقى الآلاتية وإعطائها يعني بريق جديد خاطر يزيها ما قعدت راكده وكل لازم يماشي جديده وفكره جديده لازم نحطوها في حاله التواصل مع الجمهور مع المتلقي العادي نحاولوا كيفاش نعموها فهمت دونك في الندوه هذه جاوا برشا فنانين الحمد لله رغم اللي تزامنت مع فيضانات كبيره برشا النهار ذاك في الوقت ذاك بالذات معناتها فما برشا ما نجموش يجيو كيما محمد الجبالي كيما برشا معناتها يعني ما حبوا يجيو لكن الا غالب الدنيا فاضت وقتها بالحق فاضت الدنيا ورغم ذلك جاوا برشا فنانين حقق الحلم انك عملت كونفيرونس وجاوا الحلم هذا مهم برشا خاطر لي اول مره في تونس انه عازف موسيقي يعني ملحن معناتها يعمل كونفيرونس دو بريس على كليب فيديو والحمد لله جاء صابر وكان منبهر بالعمل وحتى تكلم يعني في نسمه وشجعني وكان معناتها الحضور نتاعو كان هام بالنسبه لي انا معناتها
وحتى هو يعني يعطى يعني مثال للفنانين معناتها اللي يشجعوا الشباب ويحاولوا انهم يعطيهم المشعل باش يقدموا القدام. ومش هو بركه جا منير المهدي جا مقداد السهيري وجا منيره حمدي خطوه مهمه برشا وعيدانياتي وبرشا وسفيان الزايدي معناتها مصلي على النبي يعني لما فنان معناتها يعني نشكرهم ياسر انهم جاوا زازا زادا جات امنه فاخر ما نعرفش ما نجمش ان شاء الله ديما هكا يا محمد وبشير لميت الفنان لانهم ما تزيدكم الا لقمه وتزيدكم تواصل لانكم ولاد بلاد وفي الصحة واحد. بشير شنو حسيت في الكونفرنس دو بريس؟ نقله اخرى، حياه جديده، رؤيه اخرى للمستقبل؟ نقله حسكم تبدلت فما حاجه نقله نوعيه صحيح، لانه لما تشوف كما قال محمد عازف موسيقي فنان يعمل كونفرنس دو بريس في تونس على كليب سينماتوغرافي مش حتى كليب يعني مصور على الطريقه التقليديه، هو يعني فيلم يعني فيلم على دوز ابيزود يعني زوز اجزاء اللي شفته انه اطار اخر تبدل يعني الاطار يعني جمع شمل الفنانين كما قلت انت حضرتك قبيلي يعني جمع برشا فنانين من مغنيين من عازفين من موزعين يعني والصحفيين الصحافه المرئيه والمكتوبه والمسموعه يعني جاوا يعني يعني كل كما نقولوا كل واحد عطى لنجم يعطيكم حتى بالشكل المعنوي اللي شفته صحيح حسيت انه فما لما وفما حب فما لما وفما وفما زاد امل سيغتو الامل صحيح. يعني فما امل الموسيقي العازف في بلاده انه ينجم ينتج ويحقق ما يحققوه المغنيين لانه جرت العاده المغنيين هما اللي ياخذوا الاضواء الكل لكن راهو زاد العازفين والموزعين والملحنين راهم يصنعوا المغنيين راهو زاد نرجعوا في التاريخ نلقاو انه ام كلثوم والصنب ام كلثوم وعبد الحليم واسمهان يعني مغنيين كبار صنعوهم عازفين وملحنين وموسيقيين ما فما حتى فنان ينجم يبدع من غير الموسيقى بالضبط. محمد فرحت برشا انت وبشير انكم كنتوا بحذي كلمتكم الاخيره لجمهوركم لاحبائكم الناس اللي تحبكم وديما متواصلين معاكم في الحفلات والا اليوم ينجموا يتواصلوا معاكم مع طريق الفيديو كليب هذا ينجموا حتى يشوفوا خدمتكم ويعاودوا يشوفوها اكثر من مره انا كل ما تقراه الكليب كل ما تفرج فيه كل ما تزيد تخلي فكره اكثر وتحبوا اكثر انا نقول لهم معناتها مرحبا بكم يعني على الصفحه نتاعنا garbytwins.com اللي هي فيسبوك وشان يوتيوب نفس الاسم زاده يدخلوا يلقاو معناتها الاكتواليتي الكل يلقاو تبعوا اخباركم الكل يتبعوا عروضكم مواعيدكم يلقاو العروض يلقاو الكليب يتفرجوا فيه نقول لهم زاده يستناو الجزء الثاني نتاع الكليب بما انه تصور على الطريقه يعني على طريقه سينماتوغرافيه يعني على زوز اجزاء دونك احنا تو خرجنا الجزء الاول الجزء الثاني وقت ان شاء الله في شهر جانفي نخرجوه نقول لهم تبعوا الموسيقى الالاتيه راهي الموسيقى الالاتيه راهي تنجم تعبر هو يقول لك الموسيقى عامه هي من يسبق الكلام وما يتجاوزه عندما يعزز هذا الاخير على التعبير يعني راهي الموسيقى راهي اهتزازات وراهي اصوات وراهي مشاعر زاده تخرج يعني من روحكم من يعني راهي حاجه تمس العبد من غير كلام معناتها كي تبدا راهي موسيقى تبدا حامله لمعنى راهي تمس ديريكتومون هي تخاطب العقل والوجدان النفس بشير كلمتك الاخيره للناس للناس كما قال محمد نفس المساج نفس الرساله يعني نقول لهم يتبعونا كيفاش تبعونا على الباش فان معناتها الصفحه على الفيسبوك غاربي توينز ايضا على الويب سايت يعني الرابط الانترنت اللي هو غاربي توينز www.garbytwins.com يتبعونا يعني يشوفوا اخر المستجدات يلقاو الكليب يلقاو كل اخباركم الفنيه تصاوركم الحفريات اللي عندكم لقاءات الموسيقى وقتاش تشوفوهم فنا اذاعه فنا تلفزه كل الاخبار الموسيقيه بالضبط. محمد فرحت برشا اللي انتم بحذايا انت وبشير نتمنى لكم النجاح شكرا على الاستضافه انت يعيشك مرحبا بكم انتم يعيشك مرحبا بكم نتمنى لكم النجاح والتوفيق وان شاء الله في تورنيات اخرين خارج حدود الوطن احنا محتاجينكم زاده في تونس باش تعملوا لنا حفله هكا بعد ما ترتاحوا شويه نعرفوا اللي برشا عليكم حفلات وكل ولكن ديما نحن نطلعوا انه نلتقيكم في عروض موسيقيه متميزه. شكرا لكم. شكرا لكل من اختار انا ويسر معنا ليلى في لما ونجوم مع اجمل تحيات كامل فريق برنامجنا تصبح على خير والى اللقاء.